نحن نحضر لجولة رابعة من التصعيد. اليمن يوسع مدى اللهب ويمدد ألسنة النار أو دائرة الحرائق عقب يوم واحد من وعد القائد. يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان. وفي خط سير من الإسناد المتصاعد لفلسطين، معسكر العدوان على قطاع غزة تحت ورقة ضغط يمنية جديدة بمفاعيل نوعية سياسية واقتصادية وأمنية ومعنوية. على طاولة مفاوضات القاهرة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي، يشكل القرار اليمني ورقة الضغط الجديدة بيد المقاومة الفلسطينية، توازن بها وتواجه الضغوط المختلفة المصوبة عليها من الأمريكي والغربي، وتلك المرتبطة بدرجة رئيسية باجتياح رفح. فلسطين مع هذا القرار تتنفس عبر رئة العمق العربي كما لم تفعل من قبل. القرار يدهس علاقات التطبيع الأمنية والتجارية والاقتصادية للكيان مع الدول المطبعة، ويعيد تطويق العدو ويضرب دوره الوظيفي لصالح القوى الغربية. يعمق القرار تراجع هيمنة الولايات المتحدة، ويظهر اهتزاز منظومة الردع لديها وتبدل موازين القوى في المنطقة. القرار أكثر من لكمة وسط الوجه الأمريكي الصهيوني، مؤلمة بنتائجها وبدلالاتها المعنوية لمنظومة تقوم استراتيجيتها على السيطرة على البحار. هذه لحظة ثقيلة وشديدة الوطأة على القوى المعادية. القلق يعم معسكر العدوان على غزة. رسائل يمنية قاسية جرى إرسالها بمضمون واضح عقب أيام من تأكيد المجلس السياسي الأعلى أن توسيع الأنشطة العدائية تجاه اليمن سيكون فتيلاً لاشتباك أوسع لا تقف حدوده عند اليمن. صنعاء تصعد سقف الأهداف لإسناد غزة ولا تتراجع.